سرقت روزي من بلاك بينك الأضواء في ميت جالا 2021 مع ملابسها الأنيقة بالأبيض والأسود مثل عارضات الأزياء بصفتها سفيرة للعلامة التجارية العالمية سان لوران. ارتدت روزي من رأسها وحتى القدم ملابس من العلامة التجارية الفاخرة سان لوران بما في ذلك الإكسسوارات، وعلى السجادة الحمراء ارتدت فستانا أسود مزين بفيونكة بيضاء من مجموعة YSL لخريف وشتاء 2021. ومع ذلك أثار ذلك الزي الجدل. أشار العديد من المعجبون إلى أن ذلك الزي قديم للغاية، يعتقدون أن ملابسها كانت مخيبة للآمال للغاية بالنظر إلى مدى أهمية حدث ميت جالا. اعتقد معظم الناس أنه يجب ارتداء ملابس أرقى من ذلك لحفل ميت جالا، وقالوا أيضا أن روزي كانت ترتدي نفس الزي الذي ارتدته لعدد سبتمبر 2021 في جلسة تصوير مجلة الكوريا. ولكن هناك اختلاف ملحوظ، إن زي YSL الذي ارتدته روزي وفستان مجلة الكوريا مختلفان من الجزء السفلي وخاصة عند الفخذين. ومع ذلك لا أحد ينكر أن الفستان أضاف جمالا على جسدها النحيل في الحفل. بدت روزي أنيقة وكلاسيكية مثل نجوم السينما القدامى. ومع ذلك فإن الحقيقة أن روزي قد نالت التقدير لملابسها من خبير الأزياء فوجي. قال أن روزي واحدة من أفضل ملابس ميت جالا 2021، والأهم أنها تشعر بالراحة والسعادة عند ارتدائها. وشاركت روزي نفسها: أحب استفزاز الناس ولا أفكر في خطورة ذلك، هذا مثير بالنسبة لي، لذلك إن كنت لا تحب ملابس روزي فهي لا ترتديها لتجعلك تحبها، فما رأيك أنت في ذلك؟ في أخبار أخرى، بسبب أداء ليسا المذهل على YGX دانسر لأغنيتها لليسا MV تجاوزت صداقة بلاك بينك الداعمة ما يراه المعجبون على الشاشة. ومثل الأخوات الحقيقيات فإنهم يفعلون أي شيء لبعضهم البعض. أخذ حكام YGX ملاحظات خاصة لهذا خلال التصوير الفيديو الموسيقي الفردي لليسا. لقد أعجبوا بدعم أعضاء بلاك بينك الذين أمضوا وقتهم الثمين ليكونوا إلى جانب ليسا أثناء تصوير الفيديو. استمر التصوير طوال الليل وانتهى في الصباح، ومع ذلك استمر أعضاء بلاك بينك في دعم ليسا والوقوف بجانبها طوال الوقت. الدعم الدائم لليسا يوضح مدى رغبة الفتيات في رؤية بعضهن البعض ينجحن ودعم أنشطتهن الخاصة. الوقت والطاقة والحب الذين يقدمونه لليسا مدهش حقا. في مساء يوم 24 سبتمبر ظهرت ليسا في برنامج أوت ناو لتفاعل مع المشاهدين والترويج لألبومها المنفرد، كما واصلت تقديم أدائها الجذاب لأغنيتها المنفردة لليسا. ومع ذلك يشعر المعجبون ببعض الأسف لأن هذه هي المرحلة الثالثة بالفعل للترويج لأغنية لليسا، في حين أن أداء ماني من الجانب الآخر لا يزال غير موجود في أي مكان. لا يزال السؤال هنا حول ما إذا كانت ليسا ستؤدي هذه الأغنية مباشرة أم لا، لكن لا داعي للقلق لأن ليسا جيدة جدا في إفساد الأمور حولها. وبينما كانت أغنية ماني في خلفية البرنامج، بدأت ليسا في الرقص بكل حماس، وبعد ذلك توقفت فجأة وهي تبدو محرجة إلى حد ما. كان ذلك بسبب أن ليسا كانت متحمسة للغاية عندما سمعت الموسيقى وبدأت في الرقص، وكادت أن تفسد تصميم رقصة ماني الذي لم يتم إصدارها بعد. كانت هذه اللحظة مضحكة للغاية وذات قيمة بالنسبة للمعجبون. لا أحد يعرف إن كانت رقصة ماني ستكون هكذا أم لا، لكنهم ضحكوا بالفعل. فتعبيرات ليسا المحرجة لا تزال لطيفة في أعين الجميع. كانت التعليقات تدور حول كم هي لطيفة، يا إلهي ليسا لطيفة حقا، يا ليتها استمرت في الرقص. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.